ويا صباح الإيجابية وكل شيء جميل علينا وعليكم يا رب قبل أبدأ الفيديو هذا أحب أهني نفسي فضل من ربي ثم فضلكم علي اللي وصلتوني إلى عشر ألاف متابع في قناتي في اليوتيوب وهذا شيء يسعدني جدا وعلى عطائي هذا الحمد لله عطائي ما يروح عبث يلا لك الحمد وأحب أشكركم جدا على دعمكم وكل شخص سوالي لايك كل شخص سوالي متابعة حب أشكره وأقول لك أنت شخص جميل الله يسعدك يا رب ويوفقك وإن شاء الله يربي لك نصيب من دعائي بإذن الله اليوم إن شاء الله راح نجرب مع بعض تحضير القهوة في أداة الإيربرس لمخترع الأمريكي إلين أدلر راح نشوف مع بعض نسوي انبوكسنج للكرتون ونشوف مع بعض المكونات ونشوف طريقة التحضير المقترحة ولأن هذه مكونات الكرتون عبارة عن ملعقة للتحريك تمام بالشكل هذا وعندنا القمع اللي هو يساعد انك انت اذا حطيت القهوة ما يتناثر القهوة على الركن تمام وعندنا اللي هو الفلتر نفسه اللي نحط فيه الفلتر الورقي طبعا لو تلاحظون الفتحات كبيرة طبعا نفس الشاور سكرين اللي في مكان الاسبرسو لكن الفتحات كبيرة بحكم انه ما يتطلب الضغط العالي تمام وهذه معها السكوب ممكن بر بسيط للتوزيع وليس الكبس القوي وطبعا الأداة نفسها اللي هي عبارة عن قطعتين وهذا الثالث تمام تركب بالشكل هذا بعد وضع الفلتر وهذا للكبس بالشكل هذا تمام على أساس أنك تكبس إلين تستخرج القهوة من الأخير طبعا يجي مع الأداة نفسها يجي تقريبا حوالي 350 فلتر ورقي متوفر الفلاتر متوفرة في الأسواق بشكل عام هذه قاعدة الفلاتر يجي معها في نوع منها برضو يجي أصغر لكن ما يجي مع القاعدة الفلاتر ففضلت أني أخذ اللي هي قاعدة الفلاتر طبعا سعر الأداة نفسها حوالي 150 ريال في أغلب المواقع تقريبا تفرق من 10 تفرق إلى 20 ريال لكن هذا سعر الاداة بشكل عام خلينا نشوف الان كيف طريقة التحضير او خلينا نشوف مع بعض وصفة مقترحة ممكن توصلنا لقهوة جميلة طبعا الاداة مصنوعة من مواد امنة وغير ضارة بالصحة وهذا اهم شيء من مميزاتها لل... طبعا الاداة مصنوعة من مواد امنة غير مضرة بالصحة بنفس الوقت مميزات الأداة نفسها أنها سهلة سهلة الحمل، سهلة التحضير غير قابل الكسر أمور كثيرة ممكن الواحد يميزها عن غيرها من الأدوات بحكم سهولة تحضيرها وخلينا نقول الوصفات كثير فيها ف يعني الواحد ممكن يبتكر الوصفه طبعا المصنع نفسه اللي هو الين ادلر له وصفه معينه فيها لكن بالنهايه لك الحريه انك انت تسوي الوصفه الخاصه فيك وهذا الميزه في الموضوع ان يعني المخترع نفسه اخترع الاداه وحنا علينا نطور الوصفه الى أن نوصل الى شيء يعجبنا ويصير نستمتع فيه كتحضير وبنفس الوقت لو تلاحظون الاداه سهله ما فيها تعقيد ما فيها اي مساله صعوبه فهذا هذه ميزه من الميزات اللي ممكن تميز الايروبريس وغير انها سهله الحمل في كل مكان طبعا هذا شكل الاداه في وقت التخزين لو حب الواحد يخزنها هي قاعده الفلاتر نفسها تمام وهذا القمع يشيل اللي هو الادوات الباقيه ففعليا هذا حجمها ككل كأداه. طيب خلينا كبدايه نتكلم عن معايير التحضير ايش هي معايير التحضير اللي هي الخطوات او القواعد المفروض تمشي عليها عشان بالنهايه توصل لقهوه سليمه الاداه الايربرس ميزتها ان ممكن تقبل طحنات الاسبريسو وهذا شيء جميل بحكم انها تتعامل مع الضغط تمام المعايير تقريبا شبيهة بالفي V60 والكيمكس نفس التحضير نفس كل شيء والريشيو تقريبا اللي هي معادلة معادلة ال نسبة القهوة من نسبة الماء اللي هي ما بين واحد على 11 إلى واحد على 21 أو 22 حسب نوع القهوة وحسب الطعم النهائي اللي ممكن يطلع لك فبعدين بعد فترة راح تتعود على ريشة معين او وصفه معينه لكن وصفتنا اليوم ان شاء الله راح نسويها واحد على 13 تمام يعني حبه البن او خلينا نقول اللي هي واحد جرام بن يقابل 13 ملي مويه تمام وعلى هالاساس احنا راح نحضر وراح نشوف مع بعض تفاصيل التحضير طبعا بالنسبه لدرجات الطحن ممكن تطحن من بعد درجة الاسبرسو يعني انا مثلا الان عارف درجة الاسبرسو الخاصة بال البن هذا تمام لاني قد جربتها في مكان الاسبرسو فخلاص يصير اطحن على درجة اخشن منها درجة واحدة تمام إلى تقريبا ثلاث درجات اربع درجات اخشن فعندي مجال اتحكم في درجات الطحن تقريبا اربع إلى خمس درجات بعد درجة الاسبريسو اللي أنا المفترض أني عرفتها من ماكينة الاسبريسو اللي أحضر فيها ممتاز الآن خلينا نبدأ ونشوف المعايرة مع بعض والآن أنا أخذت 20 جرام بالضبط راح أطحنها بدرجة أخشم من درجة الاسبريسو بدرجة واحدة على المطحنة بشيء بغض النظر عن المطاحنة اللي عندك إذا كانت يدوية أو كهربائية بالنهاية إذا أنت عارف درجة الاسبريسو فأنت راح تطحن أه على درجة أخشن من الإسبريسو وإذا ما كنت عارف راح يبين معاك في التحضير أه درجة النعومة طبعا ما تفرق كثير درجة النعومة أو الخشونة لأن بالنهاية راح يفرق معاك الطعم إذا كان الطعم فيه حموضة زايدة قلل من درجة الطحن عشان بالنهاية تعطيك درجات أنعم وتبرز شوية المرارة فتصير موزونة ما بين المرارة والحموضة طبعا تفرق درجة الحمص في التحضير نفسه نفس درجة درجات الحمص في التقطير أن كل ما صارت درجات الحمص أغمق كل ما اضطريت أنك تروح لدرجات حرارة الموية تقل عن تسعين ممكن توصل خمسة وثمانين تمام إذا كانت غامقة زيادة على اللزوم إذا كانت متوسطة ممكن توصل إلى ثلاثة وتسعين أربعة وبالنهاية الشيء الوحيد اللي يفرق معاك اللي هو الطعم الطعم إذا برزت المرارة معناها درجة الحرارة عالية أو الطحنة ناعمة زيادة على اللزوم يفرق معاك دائما الطعم ممكن تلعب بالثلاث أشياء هذه درجة الحرارة درجة الطحن الريشيو الأشياء هذه تقدر تلعب فيها لين توصل لوصفة مناسبة للبن اللي أنت جالس تستخدمه وراح يفرق معاك في كل نوع من البن راح يفرق معاك الطعم أكيد بحكم اختلاف الايحاءات واختلاف المحصول من وين جاي واختلاف درجات الطحن الخاصه بالبن واختلاف درجات الحمص خلينا نطحنها ونشوف مع بعض والان بعد ما طحنت البن لو تلاحظون درجه الطحن ناعمه تعتبر ناعمه على ادوات التقطير بشكل عام اللي هي البي 60 والكيمكس فهي اخشن من درجه الاسبريسو بدرجه وانعم من درجات الكمكس والبي 60 وراح نشتغل على الطحنه هذه لكن قبل ان نبدا المفترض ان نمشي على نفس معايير تحضير او تجهيز الاداه قبل الاستخدام نفس المعايير اللي تخص البي 60 والكيمكس اننا راح نغسل الاداه نفسها ونغسل الفلتر عشان بالنهايه نتحاشى اي تجمع للغبار او اي طعم ورقي في من نفس الاداه نقول بسم الله طيب والان راح اخذ اللي هو فلتر واحد بالشكل هذا وراح اركبه في الاداه نفسها طبعا تركيبه سهل جدا فيه نفس زي الجروف كده مجرد اني ادخلها والفها فتكون ثابته بالشكل هذا حالها حالة الشاور سكرين في مكان الاسبريسو وراح احطها في على كوب عشان لما انظف الاداه او خلينا نقول اسخن الاداه أتخلص من المويه اللي هي الزايده طبعا الميزه في الاداء انك ما راح تحتاج انك تستخدم اي بريق مخصص زي مثلا الاباريق اللي هي للجي 60 والكيمكس انه يكون البوز زي كذا او العنق زي كذا ما هو شرط عادي جدا ممكن تستخدم اي نوع من الانواع ممكن تسخن المويه بس يفضل يكون عندك ميزان حرارة عشان بالنهاية يعني تقيس درجة الحرارة المطلوبة عشان تعرف أنت وين الغلط دائما في التحضير يكون الواحد عارف التفاصيل الخاصة بالتحضير عشان يعرف الخطأ بعدين ويصلح الخطأ طيب والآن قبل أن نحط البن في الأداة تحذير جدا مهم لا تستخدم أي كوب ممكن يعني يكون خفيف وممكن ينكسر معك لأنه بعامل الضغط ممكن تضغط على الحواف وتكسرها فانتبه من النقطة هذه حاول تستخدم اكواب قوية او اكواب تكون سماكتها عالية جدا تمام والان راح نحط البن البن اللي طحناه طيب الان درجة الحرارة المستخدمة في ال في الوصفة هذه تقريبا حوالي 84 تمام اول شيء راح اسويه نفس ما اسويه في ال V60 والكيمكس اني اصب دبل كمية القهوة تمام دبل كمية القهوة لعملية البلومينج او الترطيب وبنفس الوقت عشان يتخلص البن من الغازات اللي موجودة بفعل التحميص نقول بسم الله طبعا اول ما راح نبدا راح نشغل التايمر بحكم اننا راح نبدا برضو توقيت معين نقول بسم الله اول شيء راح اضيف 40 ملي طبعا زي ما ذكرت ما هو شرط ابدا انك انت تستخدم اي بريك معين بس مجرد اني اضفت الموية احرك القهوة طبعا الملعقة مصنوعة بحيث انها ما تجرح اللي هو الفلتر حتى لو تعاملت معه بقساوة شوي عادي طبيعي جدا والآن بعد ما سويت عملية الترطيب لمدة تقريبا حوالي ثلاثين ثانية راح أضيف الكمية المتبقية آه اللي هي ميتين وستين ميتين وستين ملي آه طبعا خذينا اللي هو أربعين ملي في البداية فعشان كذا الآن المتبقي حوالي ميتين وعشرين ملي راح أضيفها كاملة ونفس الوقت أشغل التايمر عشان بالنهاية أضمن أني أخلي الموية لمدة دقيقة واحدة قبل لا أكبسها تمام واتركها لمده دقيقه لكن مفترض اني طبعا خلاص اتخلص من الميزان واخلي ال اخلي التايمر شغال تمام اتخلص من الميزان واركب ال العصا بحيث اني اخليها تهدى لمده دقيقه الان كملنا دقيقه تمام الان طريقه الكبس بسيطه جدا كل اللي عليك تسويه انك تبعد جسمك تمام وتكبس بيدك فقط يعني الكبس بوزن اليد فقط ممكن ياخذ التحضير هذا ممكن ياخذ اي 30 ثانيه ممكن ياخذ 90 ثانيه لحد اقصى ممكن ياخذ دقيقه و20 ثانيه فبالنهايه الضغط ما يكون بالقوه اللي انت متخيلها مجرد انك تكبس تمام على وزن اليد بحيث انك ما تكبس بقوة بشكل ممكن يخلي القهوة تطلع بأسرع وقت خليها تاخذ وقتها وبكذا انهينا التحضير على دقيقتين وسبعة وثلاثين تمام مجرد اني اشيل الاداة اقلبها وندوق القهوة مع بعض ما شاء الله نفس نتايج v 60 والكيمكس بالضبط طبعا طريقه تنظيف الاداه جدا سهل جدا جدا يعني ولا يحتاج منك مجهود ابدا مجرد انك تفك اللي هو الفلتر تمام وتكمل كبس لين يطلع معك اللي هو البن وتروح تغسله بالشكل هذا وزي ما انتم ملاحظين طبعا تطلع لك كيكه لكن غير متساويه شي طبيعي تمام وتغسل الأداة نفسها بالموية الميزة الميزة هنا في الأداة هذه أنك لنفرض أنك حابة تحضر أكثر من كوب في نفس الوقت في نفس اليوم تحديدا تمام ممكن تستخدم الفلتر مرة مرتين ثلاثة كحد أقصى تمام بدون ما تتخلص من الفلتر وهذه جدا ميزة مهمة ولا راح يتغير عليك الطعم نهائي طيب خلينا مع بعض نجرب برضو مرة ثانية باستخدام نفس الفلتر تمام راح استخدم نفس الفلتر اللي انا استخدمته قبل شوي وراح نحضر للمره الثانيه ممتاز خلينا نجرب مع بعض ناخذ طبعا البن المطحون الشكل هذا 20 جرام تقريبا ممتاز وبعدها نصفر الميزان، ونجيب الموية. والآن راح نضيف نفس الكمية اللي هي اربعين ملي للترطيب. او خلينا نسوي بالأول السطح. تمام. بعدين نضيف اللي هو اربعين ملي للترطيب. شوي. ما ما عليها خلاف إن شاء الله. نخليها شوي. تمام بعدين صفر الميزان نخليها لمدة ثلاثين ثانية وبعدها أصب باقي الكمية اللي هي ميتين وستين فيبقى علي ميتين وعشرين والآن لمجرد أني أوصل ثلاثين راح أكمل الكمية وأخلي التايمر شغال ممتاز جميل أنا راح أخليها لمدة دقيقة زيادة تمام اذا وصلت دقيقتين راح ابدا اضغط واتخلص من الميزان وهذه قهوتنا ما شاء الله معلومه اخيره بس قبل لا اختم هذا الفيديو ان شاء الله واسف على الإطالة ادوات التحضير بالبريسنج او بالضغط اشكالها كثيره وفي منها اشكال كثيره ان شاء الله راح احط احط لكم بعض الصور منها في منها اداه النانو بريس ونانو اسبريسو في بعضها تجي ادوات ممكن تحط فيها كبسولات لكن ما انصح بالكبسولات صراحه انا شخصيا في ادوات ممكن انت تحط فيها اللي هو البن من داخل وتكبس يطلع لك نفس مستوى الاسبريسو اللي هو من مكان الاسبريسو فراح احط لكم بعض الصور ان شاء الله منها. وبعد ما انهينا التحضير وتجربه الاداه اداه الايربرس انا اشوف من وجهة نظري ان اداة فعلا جميلة أه، تعطي نفس نتيجة اللي هو الفي V60 والكيمكس تمام نفسها بالضبط وبنفس الوقت سهلة الحمل وسهلة الاستخدام يمكن اسهل بكثير من ال V60 والكيمكس بحكم انها يعني ما تتطلب منك وجود فلاتر كبيرة تصفط تحدد درجات الطحن بصعوبة اي درجه طحن ما بين الاسبريسو الى الكيمكس او الفي 60 تنفع معاك ممكن تتحكم بالضغط انت بنفسك ممكن تغير في الوصفه ممكن تتبحر في عمليه اللي هو التحضير بشكل منطقي والان بعد ما حضرنا مرتين في فلتر واحد فيبقى معانا 349 فلتر فهذه ميزه برضو لكن v 60 والكيمكس الفلتر يستخدم لي مره واحده فقط فهالنقطه هذه جدا ايجابيه بالنسبه لي حجم الاداه بسيط وسهل يعني لو اشيل هذه هذه هي عباره الاداه وهذه قاعده الفلاتر ف جدا مريحه في التنقل وهذا شيء ايجابي للرحلات بشكل عام وعليكم مليون عافية لا تنسونا إن شاء الله من دعاكم وأكيد الأشياء اللي نحبها اللي هو اللايك والسبسكرايب والشير برضو الله يسعدكم يا رب يوفقكم إن شاء الله